عليكم واهلا وسهلا بالنويبرات والحدقات ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ موراكم؟ حبابكم؟ كيف العاده كنتمنى يا ربي تكونوا هما هادوك امضره كي درتو مع البرد والكز اللي كاين هاد اليامات والشتيوة. تبارك الله الشتيوة الخير صراحه. الكاز نيت سورتو عندنا حنايا هنا في كندا راك عارفين هاد الثلج هذا كتحاولي انك تولفي، ولكن سبحان الله البرد والثلج وداكشي راه ما كيتولف صعيب. المهم خليونا من هادشي، كاين شي حداقه شي شهيوات شي تكفيضات الكميمات تدخلوا للكوزينه عاوتاني. بيني وبينكم شحال هادي وانا دايره معكم فالطه، الحلوه سالات، الخبز درك ساله، كلشي ساله، خاصني انتظار تنوض تدخل ان شاء الله ونحداقوا مع بعضياتنا ونحمسوا بعضياتنا. اليوم ان شاء الله قلت مادام غادي نصايب هكا حليوه ديال دوازاتي غادي نختار لكم كيف العاده كيما عودتكم حليوه اللي تكون معتبره في نفس الوقت اقتصاديه سهله بلا تعقيدات بلا والو. ان شاء الله غادي نصايب واحد الحلوه هي ساقيه، ولكن حلوه الساقيه كنظن كتعرفوها، ولكن غادي تكون بشكل اخر ان شاء الله بعجينه غادي نخرجوا منها جوج اشكال وجوج نكهات. فكمكوناتي ان شاء الله غادي نبداو بالدقيق. المهم عندي هنايا 500 غرام اي نصف كيلو ديال الدقيق، ولكن راه دائما كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه اللي كتستعملوا نتوما. في الغالب يعني بعض المرات راه ما كيهش معنا هذه الكميه هذه كلها. في الاخير غادي نوريكم شحال غادي يبقى ليا بالضبط. عندي هنايا 180 غرام سواء ديال الزبده اللي تكون غير مملحه او تكون مارغارين اللي كتكون خاصه بالحلويات، المهم او تكون من نوعيه جيده اللي كنكونوا دائما مخرجينها على الاقل واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه من الثلاجه باش كتكون هكا لينه وكتكون على شكل بوماد ملي كنبغيو نخدموا بها ما كتصعبش علينا الخدمه. عندي هنا كاس متوسط او كاس شاي ديال سكر حبيبات او سكر سنيده ما يعادل 110 غرام. عندي هنا جوج حبات ديال البيض اللي غادي نقصوا منهم بياض وحده باش نخليو اكوطي ان شاء الله بالزين. كيس واحد من سكر الفانيلا. عندي هنا ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات او البيكنج باودر ما يعادل كيس من وزن 7 او 8 غرام. مبشور برتقاله واحده او لزازه البرتقال اللي كنغسلوها مزيان، ضروري تاكدوا تغسلوها مزيان تمسحوها عاد تاخذوا داك القشره ديالها. بغيتوا برتقال بغيتوا الحامض اللي بغيتوا. وعندي هنا ملعقه كذلك يعني مملوءه ديال بودره الكاكاو والمر اللي كيكون خاص بالحلويات. بالنسبه هنا للزين عندي سوا اللوز قرقاع كاوكاو اللي بغيتو، انا درت هنا كاوكاو والفول السوداني اللي كما تشوفوا شديتو هرمشتو على هذا الشكل هذا. والمكون اللي اختكم انتصار ما كتزايقش معاه واللي هو الكوك او جوز الهند المبشور، المهم حتى هو اللي ان شاء الله غادي نخدمو به في تزيين الحلوه ديالنا. هنا ديجا درت البيضه الاولى، البيضه الثانيه كما قلت لكم وما هي بهبطات كلها، وغادي نخليو غير البيض ديالها حيت غادي نستعملوه في كما قلت لكم ان شاء الله في التزيين. والو هذا البيض حلف ما بغاش يتفرق على الصفر. المهم صافي خلينا هذا بيض وحده غادي نخليوه اكوطي وان شاء الله غادي ندوزو نزيدو عليها هذاك الكاس اللي عندنا ديال السكر الفاني. بالنسبه لهادو اللي غادي نكهو بهم اللي هما الكاكاو وهاد القشره البرتقال هادو غادي نخليهم جانبا ان شاء الله حتى غادي نقسمو الخليط ديالنا عاد غادي ندوزو نزيدوهم. المهم اول حاجه نخدم واحد شويه هاد السنيده مع السكر، وغادي السنيده مع السكر مع تمالي السنيده مع البيض، وغادي نزيدو عليهم هاد المارغارين اللي كما قلت لكم كما تشوفوا كتكون هكا لينه. بعد ما خدمتهم شويه كما تشوفوا هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه على شكل واحد الكريمه. هنايا غادي ندوز دابا نزيد هذاك الخميره ديال الحلويات، وغادي نجيب حدايا الدقيق كما كنقولوا الدقيق كنبقى نضيف هكا شويه بشويه وانا كندخلو مع باقي المكونات. ان شاء الله في الاخير غادي تشوفوا بالضبط شحال غادي تهز معايا. الحلوى ديالنا ها هو صباح جاهز. المهم كما تشوفوا نحاولوا دائما ما نقصحوش العجينه حتى نكثروا لها الدقيق حتى تبدا تفرتت، دائما نخليوها لينه باش منين نبغيو نصايبوها كما قلت لكم ما تصعبش لنا الخدمه. بالنسبه للدقيق هادشي اللي بقى ليا من هذيك 500 غرام او نص كيلو ها هو اللي بقى ليا منها، تقريبا جهد هذيك 190 غرام اللي بقات ليا منها. دابا غادي ندوزو نقسمو هاد العجين هكا لقسمين. المهم نحاول، المهم انا كندير عيني ميزان، بغيتو تستعملوا نتوما الميزان باش يجيكم هذاك الشيء مضبوط كيبقى لكم الاختيار. المهم انا هادو كيبانوا ليا مقادين باش غادي ناخذوا الجزء الاول هذا اللي غادي نزيدو فيه القشور ديال الليمون ماشي مشكل حيت هما اصلا كما تعرفوا كتكون شويه فاسقه هاد القشره هذه يعني ماشي ناشفه 100%، فما غاديش نحتاجو اننا مثلا غادي تقصح لينا العجينه. ولكن منين نبغيو نزيدو بودره الكاكاو لانها حتى هي شي حاجه هكا اللي جافه الا زدناها غادي تقصح لينا العجينه، فضروري مندوزو ناخذو هكا وسوا تاخذو بغيتو ديروها زبده تاخذو معلقه هكا الزبده باش تجي تبقى لكم العجينه طريه، ولا تاخذو معلقه ديال الحليب.
مثلا درنا معلقه كبيره تاع البودره، نديروا معلقه كبيره ديال الحليب باش يجي داكشي متوازن صافي. وغادي نحاولوا نخدموا هاد المكونات هادو مزيان مع بعضهم مزيان. ها نتوما كيفاش كيولي منساج مزيان دابا باش ما ينشفش لينا. راكم تعرفين مع فيه الزبده ولا هذا المارغرين كيكون العجين هكا دغيا كيقدر يكون كينشف، فضروري نديروه هكا في بلاستيكه تنبغيو نخدموا به. ومع كيكون كما تعرفوا بودره الكاكاو راه كتخلي اللون هكاك، على ضروري كتمسحوا القصريه باش ما يطلقش لكم هذيك بودره الكاكاو اللي كتكون باقا في هنايا جنب، ما يطلقش لكم في هذه. غادي ندوزو هذه كما قلنا نزيدو فيها هكا لو زيست ديال البرتقال او كما قلت لكم الحامض اللي بغيتو. والعجين ديالنا بنكهه البرتقال ها هو صبح جاهز، المهم تا درتو هكا في بلاستيك وان شاء الله غادي ندوزو دابا الخدمه. المهم نتوما بغيتو هكا تخدمو حربو لواحد كيبقى لكم اختيار، انا غادي هكا نحاول نقسمهم هكا على جوج وغادي ندوزو هكا نديروه السمك ديالو. راه كما تشوفوا ما غاديش نحاولوا نرقوه عاوتاني بزاف، صافي غادي نحبس هنا غادي نخليه بهذا السمك هذا. غادي ندوزو دابا ان شاء الله نرجعو هكاك البياض البيض اللي كنا احتفظنا به جانبا. غادي نحاولوا ندهنوا به هاد الحربول هذا مزيان، ندوروا كامل ندهنوه من جميع الجوانب. علاش؟ لانه هنايا كما نقولوا مادام غادي نديروا هكا نكهه الشوكولا غادي يمشي معاها بزاف النكهه ديال الكوك ان شاء الله. فكندوزو كنرشوا هكا مزيان الكوك وباش غادي ندوزو ندوزو فيه. غادي نقلبوا هاد الجهه هذه مع تقريبا دهناها، غادي نقلبها هكا وغادي ندوزو الجهه اللي بقات لنا الظهر ديالها تا هو هكا نحاول ندوز هكا مزيان بياض البيض. ما نساوش هاد الجنيبات هادو باش يلصق عليهم، غادي ندوز الرش بحال هكا. المهم خاصو يجي مغطي مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نديرو الخدمه باش غادي نعطيهم هذاك الشكل بحال الساقيه كتاخذوها هكا سوا. المهم شي حاجه عندكم هكا مقبه دايره، المهم اي حاجه عندكم في الكوزينه. انا فضلت نخدم بهذا الموس هذا لان عنده هاد القبطه هذه غادي تسهل عليا الخدمه. كنجيو من الاحسن ما تنساوش شدوهم هكا من جنب وانتم غاديين باش ما تخليهمش هكا يتكسروا ليكم ولا شي حاجه. المهم الا هو نورمال غادي يجيو فيهم شي تشققات خفاف، المهم باش ما يجيوش معيقين وصافي. كتجيو هكا وتحاولوا هذيك الفليحه تهبطوها مزيان مع بان العجينه راه فيها الخميره، ما تنساوش فيها الخميره فاش كتدخل الفران راه كتقدر تطلع. فين كملتهم كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا باش ما نخليهمش هكا يضربوا من البرد يضربوا من البرد يضربوا من الهواء، غادي ندوز هكا نغطيهم وغادي ندوز نرجع ان شاء الله دابا الجزء الثاني. صافي على هذا القياس هذا بحال الاخر اللي صوبنا، وغادي ندوزو مره اخرى غادي نحاولوا ندهنوا هكا الوجه والجنيبات مزيان 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 بهذا بياض البيض. وغادي ندوزو هذا مادام دايرين النكهه ديال البرتقال هنايا كتماشى بزاف مع النكهه ديال سميتو ديال الكاوكاو هكا سورتو ملي كيطيب معاها وكيجي هكاك محمر كيعطيو مذاق رائع. صافي غادي ندوز هذا نقلب الوجه ديالو وغادي نرجع ندهن الجهه الاخرى. منساو هكا تقنيه باش يجي ثابت على داك الكاوكاو. صافي غادي ندوز نرش عليها عاوتاني هنايا ونثبت بيدي، ضروري نعاونو بيدينا باش يجي داكشي لاصق مزيان. الحريملات ديالنا ها هما صبحو جاهزين ان شاء الله باش يدخلوا الفران. الفران اللي كنكونوا مسبقا سخناه على درجه حراره 180. بالنسبه للحليوات كما تعرفوا الصابلي دوازاتاي وداكشي كيبغيو ما تغفلوش عليهم، طياب في الغالب كيكون ما بين 15 18 دقيقه. في الاول مثلا بحال هذه الحلوه هذه كنشعل عليها غير من التحت في الاول تقريبا حتى كتبقى هكاك واحد 3 دقائق، كنشعل عليها من الفوق باش كتزيد تحمر تاخذ هذاك اللون الزوين الذهبي. وان شاء الله ملي نخرجوهم نعاودو نرجعو مع بعضياتنا. الحلوه ديالنا ها هي خرجت من الفران، المهم غير خرجت حيتها هكاك من الصينيه ودرتها في واحد الكراده باش نخليها تبرد واحد شويه قبل ما ان شاء الله ما غادي ندوزو نزينوها. وخا اختكم انتصار غفلات على واحد شويه شدي التليفون نسيت راسي هادشي شكون اللي كتوقع عليها بعض المرات كتقولي نشوف نشوف الساعه نشوف شي ميساج وصلني، كتبقاي من ميساج الفيديو من الفيديو المكالمه من المكالمه الاوديو صافي مشى داك التليفون. صافي عجب الله هكا جيت في الوقت المناسب. المهم طفيت عليهم كما قلت لك خليتهم هنايا ان شاء الله. دابا بالنسبه لهاد الفتحه هذه كيبقى لكم تمام الاختيار، بغيتو تعمروها بكونفيتور شوكولاته ابيض شوكولاته اسود اللي بغيتو. انايا تشديت هنا الشوكولاته الاسود باش نبقاو غاديين في نكهه الشوكولاته ذوبته. بزاف البنات هنا اللي في كندا كيسولوني اش من شوكولا كنستعمل، بصراحه ما عنديش شي شوكولا معينه، مي مثلا كاينين بحال هاد الانواع الشوكولا اللي كما تشوفوا كتكون ديال زعما الحلويات بحال هادي كتكون خاصه بالحلويات كتجي هكا في هاد الباكي هكا. ولا بعض المرات كنستعمل هادوك حبيبات الشوكولا او دوك الشوكولا كوكيز اللي كنستعملو في الكاب كيك وداكشي هو اللي كندوب. اي هو باش تجيكم هكا زوين وخفيف كديروا معاه واحد المعلقه ديال الزيت، ما ديروش الحليب ولا شي حاجه كنقول لكم الزيت.
المهم دابا ان شاء الله غادي ندوزو نعمرو هاد الفتيحه هادي بالشوكولا. ها هو كيفاش كيجي الشكل ديالهم. المهم نتوما تقدروا تخليهم بحال هكا، تقدروا مثلا تزينوهم بكركاع مهرماش ولا لوز مهرماش، انا غادي نفضل نديرهم بهاد حبيبات هاد الشوكولا، سورتو وليداتي كيحماقوا عليهم. وتا المنظر صراحه ديالهم كيجي زوين، يعني كيجي مع داك اللوينات كيجيو عاطي منظر غزال. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لهادي اللي بنكهه ديال البرتقال والكاوكاو. المهم كما تشوفوا حتى هي كتجي هكاك محمره على حقها وطريقها. هنايا دابا بالنسبه لهادي يمكن لكم تعمروها حتى يسوى، بغيتوا بالشوكولاط بيض اللي بغيتوا، ولا المربات المشمش، مربات هكا تاع الفريز. انا فضلت هادي تاع المشمش مع دايرين هنا ديك نكهه البرتقال، كيمشي زوين مع المشمش. المشمش اللي درتو هكا في كاسرونه، زدت عليه واحد معلقه ديال المزهر، ولا ديروا معلقه تاع الناباج اللي بغيتو. صافي غادي ندوزو ان شاء الله نعمرو هاد الفتحه هادي، كنخليو من يعني كنخليو حتى كيدفى واحد شويه عاد كندوزو نخدمو به. بعد ما كنت عمرتهم خليتهم تقريبا واحد 10 دقائق هكا اكوطي، حتى كيبان لكم داك الكونفيتور صافي شد عليهم، ما بقاش كاع كيتزعزع من بلاصتو. دابا ان شاء الله خاصنا ضروري ناخذ شي موس اللي يكون ماضي اي حاد، يكون مزيان. شوفوا المغرب نتوما حاضرين كلشي انتصار ديال المغرب. المهم غادي ندوز اول حاجه كنحاولوا نحيدوا هاد القنيت هذا، كنحيدوه بشكل مايل. وحنايا فاش كنقطعوا كما قلت لكم دائما كنحاولوا نشدوا بيدينا. صافي والسكر نتوما اللي تحكموا فيه، بغيتوه مغلاض بغيتوه رقاق كيبقى لكم الاختيار، ولكن اهم حاجه وهي حنا كنقطعوا دائما كنشدوا. ها نتوما الحليوات ديال دوازاتي ديالنا صبحو جاهزين، ولكن كلشي عاوتاني على الحطات التقليديه والتواول. صراحه كما تعرفوني انا من عشاق ومن المشجعين ديال الصناعه المغربيه التقليديه اللي كنفتخروا بها، واكيد تحيه خاصه للصانع المغربي اللي دائما في الابداع. المهم بزاف منكم اكيد غادي يسولوني على هاد الحطه هادي، هادي كنت وصلت بها مؤخرا مع التعاونيه طرنفات مع الاخت فاطمه الله يعطيهم الصحه اللي دائما برعينا بالجديد. هادي كنت خديت فيها جوج الالوان، كنت خديت السيغي كله في الخضر الملكي بهذا، وبحالو في البوردو جو كان فيهم حتى الزرق وشي لوينات اخرين. هاد الثلاثه هادو كتقدروا تحطوا فيهم الحلوى الكراس المسمنات، غير هو ضروري تفرشوا لهم دائما شي حاجه لتحت باش تحافظوا عليهم. وانا خدمتهم حتى الصينيه بالبراد، ها نتوما والله الا هز لي البراد والكيسان وكلشي. المهم ضروري نقلب لكم اكيد ان شاء الله الكاميرا باش تشوفوا. ولا بغيتوا تواصلوا مع تعاونيه طرنفات راه نخلي لكم ان شاء الله الواتساب ولا باج انستغرام ديالهم اللي كيحطوا فيها دائما الجديد. دايره لكم الاجواء تقليديه على اصولها، مقاده لكم حتى الزليج البلدي في التلفازه. وان شاء الله غادي ندوزو نقربوا نشوفوا اكثر. المهم هذه هي الحليوه الاولى اللي صايبنا بنكهه تاع الكاوكاو والليمون والمشمش، كتجي غزاله. المهم انا حقا ديتهم في كويطات هكا هذوك الكويطات البيضين. وخلاص هنا الصونيه ديال اتاي بالشيبه، هنايا الحليوه الاخرى اللي درنا بالشوكولاته والكوكتا هي كتجي غزاله. وهنا ضروري ان شاء الله نخويو على بعداتي واحد الكويس ديال الشيبه، الشيبه في هذه الايام هذه البرد يا سلام. سورتو كما قلت لكم انا وليت حافظه داك الميكس ديال الشيبه بالنعناع والاعشاب كيجي غزال. المهم ها نتوما الكويسات البلديين مع هذه الحليوه هذه اللي قادينا مع بعضياتنا، كتجي غزاله كما تشوفوا زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله هذا الاقتراح هذا يعجبكم وتجربوه. المهم نطلع عليكم نتمنى ان شاء الله اقتراحي لهاد النهار هذا يكون عجبكم، تجربوا اكيد. تهلاو فراسكم، بوسه كبيره لكم، كنضرب لكم كيف العاده فيديوهات روتينات وشي وجهه جديده عما قريب. باي باي.